الناس اللي مش عارفة تشتغل مع أولادها إيه بالظبط؟ إيه المفروض الثلاث حاجات اللي ابنك ياخدهم؟ عندك كتاب منهج، لازم يبقى عندك كتاب منهج أيا كان اسم إيه الكتاب علشان يبقى الطفل ملم بالمنهج. لازم تعملي ملزمة إيد، لازم تعملي ملزمة بخط الإيد وورق، وكل ده موجود على القناة بفيديوهات مفصلة زي ما أنتم شايفين مثلا. يعني ده مثال لملازم لكيجي خاصة بكيجي، مجرد أفعال عندهم، ما ينفعش أنا أديهم أفعال بس، لازم أدي لهم مثلا كلمات، أدي جمل، أدي السؤال، أحفظ السؤال عن طريق الأسئلة. اوعي تدي جمل ابنك يحفظها عمود والكلام ده كله، ما ينفعش. بدي له مثلا بصوا الجمل عن طريق أكمل، عن طريق يرتب، عن طريق ترجمه. ترجمه في كي جي 2، وانا عارفه بقول لكم ايه، وادخلوا اتفرجوا على الفيديو وانتوا هتعرفوا بقول ايه. حتى القطعه اللي انتوا بتقولوا ما ينفعش تتاخد غير من اول برايمري 5 صف خامس ورابع، ما ينفعش، تقدروا تدوها براحتكم، بالذات المناهج الجديده اصلا القطع بقت اوريدي موجوده من الصف الثاني، انتوا متخيلين؟ فاحنا بندرب عليها من اول كي جي. يبقى احنا عندنا كده لازم كتاب منهج، ولازم تطلعي منه ملزمه محترفه زي ما انتوا شايفين كده. مش بس كده، ده احنا ممكن نالف اسئله على الجمله اللي هتجيلك عشان تبقى حد كرييتيف. طيب بالنسبه لكي جي 2 او اي مرحله معانا، من اول مثلا من اول كي جي 2 لحد الصف الخامس او الرابع، لازم اللي بيكملهم كمان كتب مجموعه التاسيس. ليه السبب يا مس سمر؟ لو انت اديت لطالب منهج بس، انت كده بتحفظ طالب طالما مش متاسس. مامته هتقول لك ده الطفل ده لسه ضعيف يا مس سمر، او هتكلمك هتقول لك ان الطالب ده لسه ضعيف، اديله زي منهج. هتقوم حضرتك تسيب المنهج وتشتغل على التأسيس فقط لا غير، وده اكبر غلط، لان الطالب ده ممكن يكون شاطر بس محتاج اللي يوظف اسلوبه ويوظف تركيزه. ده رايي الشخصي وعن تجربه، يعني تجربه شخصيه بقالها سنين كتيره، وعارفه بقول لكم ايه. يبقى اذا ما ينفعش تدي منهج بس، لانك هتخرج من ايدك طالب حافظ ومش فاهم حاجه، غير قليل جدا لو حد بيقدر يوظف المنهج صح عن طريق الملازم. لكن لو هتقول لها لا ده ضعيف جدا اشتغل تاسيس فقط لا غير، هتبقى ظلمت طالب ممكن تطلع منه شغل حلو جدا. طيب لو كملت ده وده عن طريق ان انت تديله كمان الكتاب الثالث وهو الصوتيات، يبقى انت بتطلع طالب عبقري. اذا ايه اللي المفروض اديه لابني في المراحل دي يا مس سمر؟ يا ريت تنصحينا ثلاث حاجات. الفيديو ده مهم جدا 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 الكل يسمعه. اولا انت بتدي المنهج، ما ينفعش لما يجي لك طالب مثلا لسه مبتدئ، ما ينفعش اقفلها في وشه اقول لها ده ضعيف جدا وسيركين المنهج على جنب. طب ايه اللي انا بعمله؟ انا عن نفسي بقول له هجرب اول محاضره معاه، يمكن الطالب يكون دماغه حلوه بس عايز اللي يوظف له ده صح فيشتغل. يبقى اذا انا محتاجه ثلاث حاجات، كتاب للمنهج، مش بس كده انا محتاجه ملزمه عشان اوظف المنهج واخترع له اسئله، ترجمه، كمل، تفاصيل كتير كده هتعرفوها معانا. مش بس كده، كتاب التأسيس. ليه بقى كتاب التأسيس؟ كل التفاصيل اللي هتقابله في المنهج لازم يعرفها. طب هو يا مس سمر هيعرف ياخد كل الكمية دي؟ ومين قالك ان انا بدي كمية؟ بمعنى انا جالي النهاردة مثلا قابلتني في الوحدة دي الفعل كان وقابلني ايام، اذا الطفل ده محتاج ايه مش موجود في المنهج؟ محتاج يعرف ضمائر الفاعل ومثلا فيرب تو بي. يبقى اذا انت لما تقومي ماسكة كتاب التأسيس معاه بتعملي كده، بتديله ضمائر الفاعل حتى لو ضمير واحد حسب قدرات الطفل. في طفل ممكن يكون لسه مبتدئ وما شاء الله يجيب معاكي السبع ضمائر، وفي طفل بيكون لسه مبتدئ بس ما يقدرش يديكي غير ضمير واحد. طب ايه الحل يا مس سمر في حاجه زي كده؟ حسب استجابه الطفل. طيب مش بس كده، ده كمان الافضل من كل ده ان انت كمان بتشتغل في نفس التوقيت على الصوتيات. ليه بقى؟ لانك ساعتها هتخرج من ايدك طالب والله هيريحك انت شخصيا، لانك علمته يقرا، ومحدش يقول الموضوع كبير وصعب جدا، الكلام ده مجرب على طلبه كتير جدا 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 بس ما شاء الله فوق ما تتخيلوا. الدمج اديكم شايفين ده مجرد دمج صوتين، والصوتين هيجيبوا ثلاثه بالتكرار باذن الله. يبقى اذا عايزه اخرج من تحت ايد الطفل ممتاز، وانت كأم مش عارفه تبداي منين، اعملي اللي انا بقول لك عليه ده، او لازم ما يخرجش من عندك الثلاثه دول او الاربعه دول. واعتقد يا ريت كل الناس اللي معايا في الكورسات الاونلاين يعرفوا الناس ان احنا فعلا اوريدي بنشتغل بكده للطمانينه مش اكتر، مش مجرد الدعايه، لان احنا اوريدي الحجوزات يعتبر شبه مكتمله، بس انا عايزاها كنصيحه للناس. تمام، يبقى احنا محتاجين كتاب للمنهج، هوريكم جزء بسيط مثلا من كتاب المنهج. انا بقولش ملزمتي، انا ملزمه ما عنديش ملازم اصلا لكي جي 2 مخلصاهم، بس اي كتاب خارجي تقدري تشتريه. تمام، اي كتاب خارجي يعجبك وفي اسئله كده الطالب يوظفها، ده مثلا نموذج لكي جي 2 كده كتاب للمنهج، ده الجزء الاولاني اهو زي ما انتم شايفين، اسئله في جمل يكتبها، كلمات، اهم كلمات الصوتيات. الجزء الثاني ان انت بتحتاجي الملزمه معاه عشان لازم توظفي المنهج ده، مش هينفع تقعدي تحفظيه كلمات وخلاص، يبقى انت كده مش بتطلعي طفل شاطر.
ده الجزء الثاني. يبقى اذا انا هقول لكم على اربع وسائل هيطلعها من ابنك عبقري في اللغه الانجليزيه بدايه من هو كي جي 2. طيب يا ريت نشير كلنا الفيديو ده عشان في ناس كتير يعني بتبقى ليسة ومش عارفه تبدا ازاي. كتب التاسيس لا غنى عنها. ليه بقى؟ لان انا زي ما قلت لكم ما ينفعش يبقى طفل مش عارف الاساسيات دي وانت عمال ترصها له في المنهج. صدقني هيساعدك، اديها له في وسط المنهج، مش هيخسر حاجه. وانا مدياله ملزمه او قايله له تعالى ناخد النهارده الضمير اي وناخد الكلام ده لبعض المدرسين، ماليش دعوه بالكل عشان محدش يقول بترشد علينا، دي حريه شخصيه لبعض المدرسين المبتدئين اللي بيحبوا يسمعوا النصايح دي عشان خاطر ينفذوها مع الاولاد، ودي حاجه تحترم جدا. كلنا دايما اقولها بنتعلم من بعض، تمام؟ اهو بنبص بيحفظه. وزي ما قلت لكم قدرات الطالب، مفيش حد يقول لي كل ده، انت بتدي لحد استجابه الطفل معانا. الكتاب موجود فيه الحاجات بالاغاني زي ما انتم شايفينها كده، في كميه تدريبات كتيره زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو، على حسب بقى الدرس اللي هتاخدوه. مثلا انا اديتهولي، انا محتاجه في اول محاضره كده ابني يعرف اسمه، والكلام ده مش موجود في اول درس، ما هو اول درس داخلك على الافعال على طول. مثلا اهو تقوم بقى هنا هتلاقي جزء التاسيس. يبقى اذا انت كده مش سايبه هفوه تطلع لك ابنك بسم الله ما شاء الله عبقري، وكله بالممارسه والحل الكتير. يعني مثلا واتس يور نيم مكتوبه قدامكم ما يقرب من 15 مره عشان الطفل يفضل يكتب اي ام واسمه. يبقى انا كده استغليت الكتاب ان انا اديته جزء جرامر ضمير، تمام؟ قابلني الام مثلا، يبقى ما فيش ادنى مشكله من ان هو ياخد الام والاز والار تتشرح له، حتى لو بتقول يحفظ حاجه واحده بس لو قدراته ضعيفه. انا الاي واكون الام بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تمام؟ الفيديو ده مهم جدا 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 ورد على اسئله كتير اعتقد ممكن تكونوا محتاجينها. مش بس كده يا مس سمر، لازم كتاب الصوتيات، لانك لو خرجت من تحت ايدك طفل بيعرف يقرا انت ريحت دماغك. لو خرجته بيعرف يقرا، اديني بندمج صوتين هو اللي بيكون المقطع الصوتي، المقطع الصوتي جاي له جاهز وبيقراه، تمام؟ اللي عاوز حجز الكتب هيلاقيها على صفحه اول تعليق في على الفيديو، وبنزلها على صفحه القناه، سايبه لكم رقم واتساب الخاص بالحجز. ولو مش عاوزها برضو مفيش ادنى مشكله، بس على الاقل تبقى عرفت ايه هي الوسائل اللي المفروض ابنك يتخذها. يبقى ياخد جزء منهج ملزمة عشان تنوع له في الأسئلة كده وتظبط له الدنيا فيها، تأسيس للجرامر شامل، وجزء فونكس. ساعتها هيطلع من تحت إيدك طفل عبقري. مفيش حد يقول لي كل دي كمية، الموضوع مش كمية ولا خالص خالص، لأنك بتاخد منه نسب بسيطة حسب استجابة كل طفل للشرح. لو الفيديو عجبك يا ريت نعمل له شير كتير، وأتمنى إن أنا أكون فوت أولياء أمور كتير وعرفت إن أنا أرد على أسئلتهم. ولو في اي سؤال تقدروا تكتبولي في التعليقات وانا برد على كل الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.